اهلا بحضراتكم من جديد وفقره الترند العالمي. الترند العالمي بقى كلام مهم عن دوري ابطال اوروبا، وعندنا كمان في احداث وقرارات مهمه بالنسبه لحضور الجماهير خلال الفتره اللي جايه. طيب نبدا مع بعض من حساب دوري ابطال اوروبا اليوفا تشامبيونز ليج، بتتكلم طبعا ده على تويتر، بيقولوا ان النهارده هيقام 8 مباريات ضمن منافسات الجوله الرابعه لدوري ابطال اوروبا. وكنا في بدايه الحلقه استعرضنا طبعا المواجهات والمباريات الثمانيه اللي هتتلعب النهارده في المسابقه الاعظم والاكبر دوري ابطال اوروبا. كمان معايا من جريده تايم على تويتر نشرت تفاصيل قرار رئيس الوزراء الانجليزي بعوده الجماهير بدايه من الاسبوع المقبل والسماح بحضور 4000 متفرج في انجلترا. قرار جيد جدا هيفرق كتير مع الدوري الانجليزي خاصه في ظل غياب الجماهير الفتره الاخيره. حساب ليفربول على تويتر كتب ان النادي يرحب باعلان الحكومه بعوده الجماهير مره اخرى للمدرجات. وانا قلت القرار ده لسه من لحظات اهو، بقول القرار ده مهم جدا لانديه الدوري الانجليزي والبريمير ليج بالنسبه للمرحله اللي جايه. كمان معايا من حساب بي بي سي سبورت على تويتر بيقولوا ان ويلفارد زها لاعب كريستال بالاس اصيب بفيروس كورونا. الف مليون سلام عليه. يمكن الموضوع ده خلاص اصبح يعني بقى شيء طبيعي جدا مع كل لاعبي العالم، لكن المهم ان الحمد لله الكل بيتعافى من هذا الامر. طيب نروح بقى لجزء مهم جدا متعلق بالرسائل الايجابيه اللي ممكن توجهها الجماهير للاعبي النادي الاهلي قبل مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. نبدا مع بعض بمصطفى مؤمن محمد، بيوجه الرساله ويقول كونوا على قدر المسؤوليه، كلنا معاكم، نحلم بالتسعه يا ابطال. حسام حسن بيقول افريقيا يا ابطال احنا استحملنا كتير والله، ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمنا يوم الجمعه باذن الله. مازن اسماعيل علي بيقول كونوا على قدر المسؤوليه زي ما دايما بتكونوا في الموعد، رجاله سر الفوز اللعب الجماعي. كمان رسائل اخرى، المايسترو محمد خلف بيقول التسعه يا اهلي بالتوفيق ان شاء الله. محمد سيد بيقول نثق في قدراتكم وان شاء الله وتكسبوا دوري ابطال افريقيا، رجاله كونوا على عهدكم افريقيا يا اهلي. محمود حربي بيقول التسعه ان شاء الله. كمان مشاركات اخرى، محمد شعراوي بيقول منتظرين منكم التسعه يوم 27. محمد فهمي بيقول ان تكونوا رجال فقط ولا تنسوا الوعد. زياد احمد ومصطفى التسعه يا رجاله، الوعد يا رجاله، واخر حاجه افريقيا يا اهلي. الرسائل الايجابيه شيء رائع ومميز جدا، وبصراحه بامانه خلال الساعات الاخيره في السوشيال ميديا بنلاقي حتى تغريدات وفي مشاركات لتويتر وبتعدي ممكن مليون تغريده ومشاركه. جمهور النادي الاهلي جمهور كبير وقوي ورسائله ايجابيه لكل اللاعبين. ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي في مباراه الجمعه، لكن غدا عندنا حلقه اخرى من برنامج الترند وتفاصيل والساعات الاخيره قبل مباراه الزمالك. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي على خير غدا باذن الله في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.